الأركان أن سيناء تكون آمنة خلال 3 شهور؟ اتفضل. هو يعني صعب ان احنا نقول ان احنا هنقضي على الارهاب في 3 شهور. لا، انما هو المقصود بتفكيك البنيه الاساسيه. هو عده اهداف للرئيس. اتفضل. اولا تحفيز المسؤولين في اتجاه انهم يغيروا من سياستهم وانهم يتخذوا من الاجراءات، واداهم كارت بلانش باستخدام العنف قوة الغشم عشان يحققوا الهدف المرجو في اقل وقت ممكن. في نفس الوقت انه بيدي اطمئنان للشعب المصري وغيره من الشعوب يعني العربيه انه القوات المسلحه ووزاره الداخليه هتقوم باجراءات وعمليات تحقق الاهداف المرجوه في وقت قصير جدا. الهدف الثالث انه بيدي اطمئنان للعمليه الانتخابيه اللي هي محور حديثنا في النص ساعه اللي فاتت، انه لا، لازم العمليه الانتخابيه تمر باطمئنان، ما بنصلش الى اي حاله من الفوضى اللي هم بيستهدفوها بالذات في العمليه الانتخابيه. بالتاكيد هو يعني كل ماذا هيحمس هؤلاء، انما مش ممكن نتحكم في تحديد وقت الا اذا وصلنا الى خريطه متكامله لكل القواعد التنظيميه لهذه المجموعات بامكاناتها قد ايه، وحطينا الاستراتيجيه لكيفيه مواجهتهم فكريا وسياسيا اللي انا قلته قبل كده. في هذه الحاله نقدر نقول احنا قدامنا فتره معينه قد تكون 3 اشهر او اكثر او اقل.